بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المتابعون في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا المساء، نحييكم في مساء مسك الختام في هذا الكرنفال الكبير وانطلاقات كأس اللجنة الأولمبية السعودية في هذا الميدان، ميدان تبوك. وصلنا بحضرتكم إلى يوم الختام، إلى يوم السلام، إلى ذروة السلام وانطلاقات الكبار، بداية بانطلاقة فئة الزمول. وصلنا بحضرتكم لانطلاقة الشوط الرئيسي للزمول المفتوح. 6 كيلومترات هي الحاضنة لهذه الأسماء والشعارات المنطلقة والباحثة عن الفوز وعن الانتصارات. نتقدم بداية يا من تتابعون، يا من تراقبون، يا من تشاهدون هنا هذه الانطلاقة عبر القنوات السعودية الرياضية الناقلة لهذا الحدث، لهذا الكرنفال الذي أصبح هنا في هذه اللحظات حط أنظار الجميع متابعينا في كل مكان. مقدمة الشوط والمركز الأول هنالك دسمان قادما من دولة قطر من ميدان الشحانية، حمد بن محمد بن سالم بن جهويل بن سعد يقدم لنا دسمان على المركز الأول على صدارة الشوط، بينما المركز الثاني مرحبا بهذا القدوم، بهذا الوصول بالشعار الأخضر، يصل سراب بشعارك يا أبو عقاب. سفر بن عقاب بن مساعد آل زيد الشريف يقدم لنا الشعار الأخضر في هذا الانطلاق الجميل باحثا عن الكاس. المركز الثاني أو الثالث يصل ويتقدم بشعاره، هنا الخاطف بشعار وليد بن محمد بن عواد الليدا يقدم لنا الخاطف على المركز الثالث، لكن التسلل، التسلل من مركز إلى مركز. الله يا هجن الرياسة، الله يا الحمر، الله يا الخطر، يقدم لنا انطلاقة هذا الشعار، يقدم لنا المتحد في هذا الانطلاق الكبير. يأتي بتحدياته، يأتي بانتصاراته مستمر، يتقدم برموزه الكبيرة باحثا عن الكاس ليضيف الإنجاز نحو الكؤوس، نحو الإنجازات المستمرة في هذا الانطلاق الكبير، باحثا عن الكاس الخامس في هذا المساء. المركز الرابع، المركز الرابع من يصل ويتقدم ويقدم شعاره، هنا الوصول والقدوم من ناصي، ناصي باحثا عن الكاس، هنالك راغبا وطامحا ان ينصى المنصة الرئيسية حاملا للكاس الغالي في هذا المساء. عبد الله بن جبر بن عبد الله الهاجري المركز الرابع، ايضا شعار وليد بن محمد محمد بن عواد الأداء مع الخاطف الرياسة على المركز الخامس، أيضا تصل بشعارها مع الشبابية هجن الرياسة. من يقود لنا هذه المؤسسة العملاقة الكبيرة؟ حمدان، حمدان بن محمد بن سعيد بن مرشد المهيري الشريف سادسا. المركز السابع، الله يا هذا القدوم، السيل الجارف من الزمول
من الزمول الحاضرة في هذه اللحظات. ثاير 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 هنا ناجي بن ناصر بن حسين الغفراني يصل بثاري ثاير على المركز السابع، بن راية على المركز الثامن. هنا في هذه اللحظات مع نسناس عامر بن راشد بن سعيد البريصي المري الاعتيبي يتحرك على المركز العاشر. عبد الله بن دخيل بن دخيل الله العصيم الاعتيبي مع نهاب على المركز التاسع. المركز العاشر الله يا سياف مفلح بن حمود بن مطلق الحمر البلوي 3 كيلومترات انتصفت المسافة. يا مشاركين يا مضمرين يا ملاك يا مشجعين لهذه الشعارات، 3 كيلومترات المتبقية عن الكاس، عن الكاس كأس اللجنة الأولمبية في هذا الانطلاق الجميل في هذا المساء هنا على أرضية ميدان تبوك شمال المملكة العربية السعودية. أبناء الخليج يتقدمون من أجل الكاس، قادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة من عاصمة الميادين من ميدان الوثبة، يدفعون لانطلاقة واندفاعة المتحد. الله الله هل يتحد المتحد بهذا الرمز هنالك إضافة إلى الرموز التي حصل عليها هجن الرياسة وشعار هجن الرياسة، 4 رموز منذ بداية هذا الانطلاق الكبير، باحثين عن الكأس الخامس والمتحد باحثا ليضيف الرمز الخامس في الرصيد يا بن مرشد حذاري من الأسماء، أول الواصلين ناصي نصام ناصي هنالك إلى المركز الثاني، عين على المركز الأول بشعار عبد الله بن جبر بن عبد الله الهاجري يتقدم. أبناء دولة قطر يصلون، أبناء الشحانية يتقدمون، أبناء التحدي يتحدون من أجل الانتصار من أجل الكاس. أيضا هنا بن جهويل على المركز الثالث يدفع لنا بانطلاقة دسمان، وأيضا الغفراني يصل لتحقيق الأماني مع ثاير مفلح بن حمود البلوي يقدم لنا سياف على المركز الرابع أو الخامس. الله الله هي الأسماء المتقدمة هي الأسماء المندفعة. الله يا هجن الرياسة نعود إلى الأحمر إلى الحمر إلى الخطر منطلقا نحو الكاس أبناء دولة الإمارات يقدمون لنا انطلاقة المتحد هنالك بشعار هجن الرياسة. حمدان بن محمد بن سعيد بن مرشد المهيري يتابع يراقب هنا هذا الانطلاق الكبير بمهاراته المميزة. يا القدوم يصل سحلان هنا عودة بن عبد الله بن عتيق الضيوفي، الكيلو الأخير الكيلو الخطير يا الضيوفية الضيف والمضيف الرياسة والضيوفي على المركز الثاني، الرياسة تأتي على المركز الثالث، ولكن المتحد ينطلق بالكاس. هنالك المتحد في الاتحاد قوة مع هجن الرياسة، يتحد المتحد ليضيف الكاس
الكأس الخامس لهذا الشعار، لهذا الشعار، شعار هجن الرئاسة هنالك في دولة الإمارات، في دولة الإمارات، في عاصمة الميادين. حمدان 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 بن محمد بن سعيد بن مروشد، من يتابع، من يتابع، من يهتم بالمتحد ليضيف الكأس الخامس في الرصيد، في الرصيد. سلام عليكم يا أبناء دولة الإمارات، سلام يا ابن مروشد على هذا التألق، يا المتألق، يا الصغير بل الكبير بأدائه بانتصاراته المستمرة، سلامي دولة الإمارات العربية المتحدة على فوز المتحد خاطفا لكأس الزمول المفتوح. المركز الثاني سحلان بشعار عودة بن عبد الله بن عتيق الضيوفي العطوي. المركز الثالث مفلح بن حمود بن مطلق البلوي مع سياف. المركز الرابع وصول من شعار هجن الرئاسة بشعار هنا من قدموا لنا هاب على المركز الرابع. المركز الخامس وصل في هذه اللحظات الشبابي بشعار هجن الرئاسة على المركز الخامس. متابعينا متابعينا مشاهدينا الكرام، هكذا تحديات الشواط الزمول، شوطنا العام وشوطنا المفتوح في هذا المساء. والشوط المفتوح كان بقبضة الرئاسة، هنا هجن الرئاسة من قدموا لنا المتحد، ومتابعة من البطل المميز دائما وأبدا حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد المهيري. متابعينا الكرام، نعود هنالك إلى اللقطات وإلى التوقيت الزمني لهذه الأصايل التي حضرت هنا بالخمس المراكز الأولى الفائزين معنا في هذا الانطلاق الكبير. هنا التوقيت الزمنية، توقيت المتحد 9 دقائق 56 25 جزءا من الثانية. كان المتحد على المركز الأول وخاطفا لكأس اللجنة الأولمبية بشعار هجن الرئاسة. المركز الثاني سحلان بشعار عودة بن عبد الله بن عتيق الضيوفي العطوي. 9 دقائق 59 ثانية 32 جزءا من الثانية. هنا سياف على المركز الثالث مفلح بن حمود بن مطلق الحمري البلوي. 10 دقائق 4 ثواني 95 جزءا من الثانية. هنا سياب بشعار مفلح بن حمود بن مطلق البلوي. المركز الرابع وصل نهاب بشعار هجن الرئاسة على المركز الرابع. المركز الخامس الشبابي أيضا بشعار هجن الرئاسة على المركز الخامس. متابعينا في كل مكان، يا من تابعتم انطلاقات بنوك الانتاج، هنا الزمول التي حضرت في هذا المساء بهذا الأداء المميز هنا في ذروة السنام في آخر أيام انطلاقة كأس اللجنة الأولمبية السعودية على أرضية عملاق الميادين السعودية ميدان تبوك لسباقات الهجن العربية الأصيلة. مستمرين بحضراتكم بانطلاقاتنا المسائية في هذا المساء. هنالك أشواط مهمة، أشواط الحيل، شوط الحيل العام وشوط الحيل المفتوح. شوطنا القادم بصوت أحد الزملاء هنا سلطان.